ما تغلق ما تحلوش ما تحلش الباب على ان شاء الله ربي يجيب لك الشفاء. انا معليش راني في حد الدوله قايمين بينا حوس على هذا الموت حقه ما قدرتش نجي. جدل ولغط كبير اثير عقب انهاء مهام والي ولايه البليده، وربطت اقالته على اكثر من صعيد بقضيه خرجته الاخيره لمستشفى بوفيريك، حين رفض الاقتراب لسماع انشغال مريضه كانت يومها نزيله بالمستشفى ومشتبه في اصابتها بعدوى داء الكوليرا. فو بريزي بال لوسمو. لا لا فو بريزي بال لوسمو. لا. الشروق نيوز تنقلت لمنزل السيده المعنيه لرصد حقيقه ما حدث يومها بمستشفى بوفيريك. من كثره اللي ما نعرفش الوالي عيط له سيدي الوزير، اهبطت نجري ناحيه السيرون، اهبطت نجري رحت من الباب الاول مغلوق، رحت له من باب الدوزيام كان داير ندوه صحفيه على المباشر، رحت نشكي له كيما اي وحده محقوره كيما اي مواطنه عندها مشاكل، رحت نشكي له ونحكي له حكايتي على ولدي معوق وين ما نروح يغلقوا عليا البيبان خويا، عن هذاك التصرف هذاك رده فعل ما نكذبش عليك طيحتني ازير وما نقدرش نوصفها لك، حسيت الكرامه تاعي طاحت. خوف المراه والمرضى زاد بعد تهرب الوالي ورفضه حتى الاقتراب منهم، وما قالته السيده امال دليل على ذلك. وكي زاد جا الوالي صح حصدمة عدنا ولينا مراض نفسانيا بقاو يجيبونا لي بسيكولوج، ومع سيغتو كي كانت كل يوم وحده تموت ماتوا معنا زوج، وإلا كان صح رئيس الجمهوريه نحى على جالتي هذا شرف عظيم ليا باش تكون عبره لكل مسؤول يحترم الشعب تاعه ويحترم المواطنين. مصير ونهايه لم يتوقعها الوالي المثير للجدل. رفض الاقتراب من مرضى همهم الوحيد من يسمعهم ويواسيهم في مرض قديم قدما تصرفات المسؤول المقال، فهل ستكون حادثته عبرة لآخرين ينظرون إلى المواطن بعين الشفقة؟